وأكيد زينب صار الوقت لننتقل لمساحة أنثوية خاصة بريشة مبدعة. اجت ضيفتنا اليوم من طرطوس. ضيفتنا اليوم قدرت إنه يعني تحدد لحالها وتحجز مساحة خاصة ضمن عالم الفن التشكيلي، وهي متعددة المواهب. أكيد بيسعدنا نرحب بالسيدة والفنانة التشكيلية نسرين علي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. كيف الطريق هلأ بما أنه سالك؟ ما هيك في صعوبة كان بالطريق؟ لا الطريق كتير سالك، بس كان في ثلج على طرفين الطريق. تمام. هلأ عم نطمن لأنه هلأ عم يقولون الإجراءات كلها. الحمد لله على سلامتك. حضرتك فنانة تشكيلية وأيضا مدربة، لكن قبل ما كتير نحكي بالتفاصيل خبرينا عن بداية اهتمامك ودخولك الفن. أنا دخلت الفن، درسته بعد البكالوريا، درسنا فن تشكيلي، وبعدين استمرينا بالعمل لحتى ما تشكلت عنا فكرة لمعهد سميناه مرسمي. طبعا سميناه مرسمي لحتى يكون انه وقت اللي يتردد الفنان لعنا يشعر انه مرسمه، فهو مرسمي بياء الملكيه للفنان المتردد لعنا على المعهد. فكان المعهد من 4 سنين بلش، واشتغلنا على الطلاب والفنانين اللي عم يتعلموا عنا لحد ما وصلنا لهون الحمد لله. يعني عم نحكي يا نسرين عن مشروع بيعني لك، مشروع ذاتي، واكيد ما وصلتي لهي المرحله غير ما كان في تعب وكان في جهد كبير. خلينا نحكي الفئات العمريه اللي بتستقبليها بهذا المرسم، المراحل اللي ممكن يمروا فيها. هو الفئات العمريه كانت اول شيء للاطفال، بعدين تطورنا بعد شيء سنه سنتين بالمعهد تطورنا صرنا ناخذ فئات شابه. فهلا بنستقبل من 3 سنين لوقت اللي يعني ما في اي حدا عنده الرغبه، ما في سقف اي حدا عنده رغبه. نعم. اكيد. يعني عم نشوف هيك بعض من لوحاتك، عم نشوف انه في شيء من الطبيعه، في شيء بورتريه، في شيء عم ترسميه عن المراه. منين هيك بتستلهمي مواضيع اللوحات؟ شو بيستهويك اكثر شيء؟ هلا اللوحات نحن من فتره 29 الشهر 11 عملنا معرض سميناه معرض طريقي. هذا المعرض ضم 15 سيدة من صبايا بين 15 سنة كان لل 35 سنة. صبايا كمان كانوا متعددين، ناس طالبات، صبايا طالبات مدرسة، صبايا طالبات جامعة، سيدات عمل. فاللوحات هي شغل الطلاب. اي شغل الطلاب اللي كانوا مشاركين بالمعرض. نسرين، ليش سميته طريقي؟ وكانت المشاركة اليوم للأشخاص موضوع حر ولا لا؟ كان في موضوع أساسي متفقين عليه ضمن هذا المعرض؟ هو أغلب المواضيع باللوحات الزيتية اللي كانت مشاركة كانت تحكي عن النساء، كونه هن سيدات نساء. يعني كل وحدة فيهم عندها حلم، عندها شغف، حاولت تظهره بلوحاتها وبريشتها بأسلوبها. فكان طريقي انه هو طريقهم بالحياه وطريقهم بالفن التشكيلي اللي اكتشفوه عنا من معهد مرسمي. وكل وحده عبرت عن فكرتها بالالوان، بالالوان والرياش، وكان شيء كثير حلو. عم نشوف يمكن بعض من الصور نيرمين. نسرين خبرينا، يعني كل حدا بيتاثر بشيء معين، بيكون معجب بشيء معين، وخاصه حركه الفن التشكيلي نهضت كثير خلال فتره الحرب، تنوعت المواضيع والتقنيات، فاتت تقنيات 3D وايضا طباعه الحرف العربي زائد اللوحات. خبرينا في حدا معين هيك اثر فيكي كفنان تشكيلي بتحبي انك تحضري له، وعم تحضري، عم تروحي تحضري المعارض اللي عم بتصير؟ هلا انا بدي احكي، اذا بدنا نحكي على الاطار الضيق، على اطار مدينه طرطوس. مدينة طرطوس كتير ناشطة فنيا، فيها معارض، على حتى أنا هي شوي لفتة صغيرة، أنا جيت بدي أحجز للصالة مشان نحجز للمعرض، أنا اضطريت نطرت شهر ونص لقيت مكان للحجز، من قد ما الصالة فعالة يعني محجوزة. فهذا بدل على أنه يعني في معارض وفي شغل،
وفي بالنسبه للفنانين التشكيليين، في فنانين تشكيليين حضروا معرضي. اول شغله انا من منبركم الفنان التشكيلي القاسي سعاد محمد سيدي سعاد نقيبه الفنانين التشكيليين بطرطوس، وحضر الاستاذ بشار سليمان والاستاذ حسن ملحم، هذول كانوا اساتذه موجودين معنا، والاستاذ عادل شقره حضروا معرضنا. هذول فنانين تشكيليين هلا بطرطوس انا حضراني معارضهم وحضراني شغلهم وبتابع شغلهم. هي مشان سؤالك انه الفنانين اللي بطرطوس اللي عم نتابعهم حاليا. نعم نعم، قديش حلو هي حالة التفاعل اليوم اللي موجودة بهي المدينة الحلوة إذا بدنا نقول. بدي أسألك أكثر، خلينا نوضح للمشاهدين، لما نحكي عن فكرة تدريب أو معهد، الأشخاص بيجوا بدون أي خلفية سابقة، يعني ما بيكون عندهم أي دراسة، بتستقبلون بتبلشوا معهم خطوة خطوة لأنتم تكتشفونهم وهن يكتشفوا حالهم؟ هلا اللي بيصير احيانا لما بيكونوا صغار فبيكون هذا ميول عند الطفل، هو لفت نظر اهله انه انا عندي هالموهبه بسلوكه وجابوا لعنا على المعهد، انه بالمعهد عنا انه هذا الصبي واضح انه عنده شيء بلكي بنقدر نساعده، فبيستمر اذا في موهبه حكما رح يستمر. احيانا لا بيكون انه مشان نشاط صيفي فقط، فكمان بحس هي مسؤوليتي بقى انا ازرع الشغف عنده كمدربه يعني كفن لازم يصير عنده الشغف. وبنفس الوقت في ناس مثلا مثل عندنا صبايا دارسين هندسات ودارسين مدرسات بالجامعه، هن ناجحين بشغلهم بس كمان عندهم شعور انه هن لسه في شيء عندهم ما قدموه، لسه في شيء عندهم ما ظهر، فبيلجأوا للفن لعنا على المعهد وكمان نقدر نساعدهم وبيتعلموا. هو للأمانة الفن التشكيلي يعني الموهبة كتير مهمة بس كمان يدرس، في أساسيات للتعليم يدرس، يعني هو أكاديميا حتى لو ما في موهبة يعني بيقدر يعطي شيء الفنان المتدرب. طب انت كيف عم تشوفي المواهب الصغيره عندها هيك ممكن ينشغل عليها ليطلع منها فنانين تشكيليين، وخاصه صار الفن التشكيلي هو كمان سفير لسوريا بعده قضايا واهم الانسانيه ورساله السلام اللي دائما تصدر سوريا عبر اللوحات، فممكن يطلع منه الفن التشكيلي هو رساله، ومو بس رساله هو للشخص، يعني انت لما بتكوني بحاله تقديم لعمل فني للوحات لألوان انت بتعيشي سلام داخلي، يعني بيكون في عندك حاله من السلام. فانت عمليا لما بيكون عندك هالشعور بالسلام الداخلي انت صدرتيه لبيتك، صدرتيه لشغلك، صدرتيه لعملك. فالفن التشكيلي رساله كثير مهمه بالمجتمع، وخصوصا نحن ببلدنا بلد اللي هلا بالوضع اللي نحن عايشين فيه. وبالنسبه للسؤال الثاني شو كان؟ انه ممكن يطلع من هدول الاطفال الصغار. طبعا انت عم توجهي له سلوكه، يعني انت لما يجي طفل صغير وعم يتاطر ضمن فن تشكيلي انه بده يقعد، بده يمسك ريشه، بده يمسك قلم، بده يستقر على الكرسي ربع ساعه نص ساعه، عمليا انت عم تنمي له مداركه وعم توجهيه باللون، عم توجهيه بكيف يشوف، عمليا هذا كثير بياثر على سلوكه يعني وعلى هدوءه. وبفتكر انا حتى بقولها للسيدات اللي بيجيبوا اطفالهم لعنا، يلي بتعطي اولادها فن من هن صغار بتكسبهم وهن المراهقين. يعني بالمراهقه بتكون نمت لهم سلوكهم ووجهتهم. نعم. فهي بتكسبهم فترة المراهقة. قديش حلو بهذا الوقت نزرع هي القيم عند الأطفال، ننمي عندهم هي المواهب بدل ما نروح على التكنولوجيا والموبايل وعالم السوشيال ميديا. صح. نسرين بعد خبرة لك أكثر من 20 سنة مؤخرا يعني بعالم الفن التشكيلي والتدريب، مؤخرا رحنا على عالم الأزياء، خبرينا عن هي الخطوة. هو كانت فكرة كنا قاعدين، هو الأزياء فن والازياء تراث وفولكلور وطابع يعني ثقافي مهم، يعني حتى نحن بالبيئه، نحن سوريا بتعرفي سوريا متعدده البيئات، بتحسي الازياء مختلفه، يعني الزي ابن البيئه، فالازياء شيء كثير مهم انه تعطي صوره عن بيئتك وعن حضاره بلدك.
ومن هون اجينا نحن على موضوع الازياء كمان. انت الازياء هلا كثير اذا بدنا نقول بالنسبه للمتدربين لما يجوا لعنا الازياء سوق عمل كمان، يعني بغض النظر على انه هي فن والوان وديزاينات ابتكاريه وجديده، كمان هي سوق عمل، يعني ممكن هن يجوا يتدربوا ويشتغلوا فيما بعد. فهذا الشيء بلشنا انه نشجع عليه، يعني انه الصبايا عم يجوا يشتغلوا ليش ما بيتطوروا بيصيروا بيشتغلوا وبيستفيدوا يعني مع الوقت. فعملنا كورسات خصوصي ومكثفه مشان تصميم الازياء والحمد لله نجحت. بتفوت المتدربه اللي عندنا عندها شغف انه انا بحب الفاشن، انا بحب كون فاشونيستا، بحب هيك، فنحن بنبلش معه بتدرس رسم المانيكان، العارضه المتحركه، بنروح على كروكيات الفساتين، بنروح بعد منا على طريقه التلوين، يعني انت بدك تظهري الجوخ، القماش الجوخ، بدك تظهري الساتان، بدك تظهري الفرو، بدك تظهري الخامه اللي انت كمصممه، انت مثلا في سبونسر بده يقدم رعايه للعمل اللي عندك، فانت حتقدمي له الشغل، هو ما شغلته تقولي له انت ما، يعني ما بده هو شو، هو بده يجي الشغل جاهز شايف، يعرف انه انت بدك تظهري هالشيء باللون، يعرف لحاله هذا جوخ، هذا قماش، هذا ساتان، هذا قطن، انت ومهارتك بدك تقدري تظهري له نوعية القماشة، وهذا بيجي بعدين، اما الاول بده يكون انه ابتكار الموديل الجديد اللي بدنا نقدمه للشغل او نطرحه بالسوق او نشتغل عليه. نعم، يعني نرمين كثير مهم انه يكون في هيك تعليم اكاديمي ايضا للازياء او مصممين عفوا الازياء. خبرينا كمان عن مشاركاتك، في شاركتي برا محافظه طرطوس بمعارض؟ شو حلمك وين تشاركي مثلا؟ بتمنى طبعا انا من خلال منبركم، بالعكس انا فرصه اني اطلب رعايه للصبايا اللي عم تتخرج من المعهد من عنا، انه عم يتخرجوا صبايا بكفاءه عاليه، ويمكن صور المعرض بتظهر هالشي، فهن قادرين يشتغلوا، قادرين يتسوقوا بطريقة كتير مهمة لما بيصير في دعم. يعني أنا من خلال برنامجكم بتمنى يصير في دعم من مديريات مؤسسات، أنه وزارات، أنه يندعموا هالصبايا المتدربات تعبانين على حالهم، سواء بالفاشن ديزاينر، سواء بالفن التشكيلي، سواء باللوحات زيت البورتريهات. هلا نحن عندنا كمان بالمعهد، هي ما حكينا عنها كثير مهمه، بالمعهد عندنا هلا رسم البورتري الوجوه، يعني نحن كمان هذا صار شغل تسويقي. هلا انتم عندكم بالشام هون بالإمارية بتنزلوا بتلاقوا فنانين بيرسموا على البورتوكليهات، بيرسموا على الاطواق، بيرسموا هدايا، بتقولي له انا بدي ارسم، بدي اهدي حدا، بتنزلي له صورته من النت وبتعطيها بهديه. فهي كمان عندنا هلا عم يتعلموها الصبايا، عم يرسموا بورتريهات وجوه، يمكن بين الشغل أكيد بالمعرض. ايه، فكمان هذا كمان كثير شيء مهم وكثير شيء حلو. بقى انا بفتكر انه المعهد عندنا قدم صبايا كثير مهمات بمجال الفن التشكيلي لمدينه طرطوس. هي نسرين بحد ذاتها الفكره قديش حلوه ومهمه لما يكون سيده مهما كانت دراستها ومهما كان عمرها، انتم قاعدين عم تكتشفوا فيها مواهب معينه عم تنموا لها هلا، وعم تسعوا ليكون لها فرصه عمل اذا بدنا نقول. صحيح، وهذا الاهم. كثير عم نشوف زينب على السوشيال ميديا سيدات اليوم ممكن قادرين يخترعوا براند صغيره محليه لهم يسوقوا لهم على السوشيال ميديا. اكيد بعد كل هذا الشيء اللي حكيناه نسرين، في رساله انت بتحب توجهيها لكل سيدة سورية يمكن ما قدرت تثبت حالها بأحد مراحل حياتها، أو في رسالة معينة يمكن أنت عندك إياها إذا بتحب توجهيها؟ هلأ أنا بدي أقول الرسالة أنه نحن لسه فينا نعطي، لسه فينا نقدم، ما نقول أنه نحن، يعني أنا بحكي طريقي أنا، يمكن أول حدا بيعبر عنه هالعنوان يلي هو أنا درست، زوجت، أنجبت أطفال، عملت عائلة، كبروا الأولاد، صرت بدي أشتغل،
صرت بلاقي طريقي اللي تأجل مثلا بسبب ظروفي. فأنا بوجه رسالة كمان لكل سيدة أنه تأجل طريقة، أنه لسه ما فاتة، لسه بتقدر ترجع وتبلش طريق جديد. واللي بتحب الفن، بتحب الألوان، عالم الموضة، أي فكرة بعالم الجمال بتبلش، هي خطوة بس تقوي قلبها وتخطي هالخطوة الأولى، وإن شاء الله بيكون توفيق حليفة. نعم، هيك كمان كلمة أخيرة عن حلم من أحلامك ومشاركتك أيضا بمعارض ممكن تكون خارجية، فخبرينا. بتمنى أنه ندعى لمعارض خارج طرطوس مبدئيا أو خارج سوريا فيما بعد. طبعا هذا شيء كتير حلو، كتير بتمنى، أكيد يعني بتمنى يكون في فرصة للصبايا تشارك كمان برا. هلا للأمانة أنا ماني يعني عم اشتغل على الموضوع، وفي فكرة كمان مشان تصميم الأزياء كمان، في فكرة حلم ممكن يصير وعم نشتغل عليه، أنه نحن نعمل مثل المعرض الفني التشكيلي اللي عملناه، معرض طريقي، رح يكون بس باللاين تبع تصميم الأزياء، رح يكون خط خاص فقط لمصممات الأزياء اللي عم تتخرج من معهدنا. يعني قديش مهم اليوم كمان نطور مهنة تصميم الأزياء عنا بسوريا. بلدنا صحيح. هي بلد منتجة صحيح. وصناعية صحيح. بمجال الألبسة، ولكن هذا المجال بعدنا بتعليم أشخاص يمكن جداد أو دم جديد ورؤية جديدة. لا تنسي كمان إن احنا التكنولوجيا هلأ اللي صارت هلأ يعني كتير مباحة. نحن من فترة ما كتير بعيدة يعني من 10 سنين ما كان كل هالمتاح بالنسبة يعني احنا قاعدين هون عم نشوف عروض الأزياء اللي بباريس، عم نشوف عروض الأزياء اللي بميلانو، عرفتي كيف؟ بقى هذا الموضوع كتير بنمي يعني بيعطي أفكار وإبداعات جديدة. زائد طبيعتنا، نحن طبيعتنا خلابة جدا، وأهم مصممين الأزياء بيبتكروا التصاميم والديزاينات من الطبيعة، ونحن طبيعتنا متنوعة وخلابة، وإذا قصدنا بنقدر كتير نكتشف ونستمد أفكار جديدة منها. نعم. بقى وهي كمان إذا إجيتي مشان موضوع الاقتصاد، هي فعلا منحة صوب الاقتصاد، بلدنا بحاجة كمان لهيك باب جديد. نعم، يعني بما أنه هيك عم نختم مع يمكن تصميم الأزياء، ممكن بعدين فكرة لاحقة أنه فعلا تاخدوا سبونسر من مصمم أزياء، وخاصة أنه نحن بسوريا بنفتقر لهذا الشيء، مع أنه في كتير صبايا بحبوا هذا المجال. ايه طبعا انا ما عم اقلك يعني نحن هون هاي الافكار موجوده وهي الشاشه موجوده، والصبايا ما شاء الله عليهم يعني شغلهم بيحكي عنهم، فنانات موهوبات محترفات وشغوفات، قبل كل شيء شغوفات، شغفهم سابقهم يعني، الشغف اساس كثير بالنجاح. فان شاء الله ان شاء الله الله يوفقهم بشغلهم، في منهم لاقوا فرص شغل حلو، في منهم لاقوا فرص عمل. أيه. طب احكي لنا نسرين عن هيك حالة مميزة مرقت عندك خلال تدريبك سواء بالفن التشكيلي أو بعالم الأزياء، وحسيتي أنه صار في تغيير كبير بحياتها أو أثرت فيك قصتها. في عندي صبية هي بلشت دورة تصميم الأزياء من فترة شهرين، هي موهوبة كتير بس ما كانت هي أنه تعرف ترسم فقط، عندها أفكار، تقول لي أنا عندي أفكار كتير بس ما عم بعرف ترجمة على الورقة، ما بعرف أرسم، ما بعرف أنا بقدر. قلت لها أوكي، أنت ليش حتى ما تقدري؟ كله بالتعليم، كان أول شيء صعب، الحصة الثانية كانت صعبة، الحصة الثالثة مشيت تمام، اشتغلنا شوي مني وشوي منها، وأنا هيك بيقولوا لي بالي طويل فبرواق كتير، وصلت وقدرت، ولسه ما خلصت الدورة عملت ديل مع مشغل كبير عندنا بطرطوس، ولا عم تشتغل مصممة أزياء. يعني أنه المفارقة وين؟ المفارقة أنه هي إلى شهر ونص، وهي كتير فاتت خايفة وكتير فاتت متوترة، وهلأ بلشت شغل. يعني نحن بنتمنى أنه هذا الشيء يبصر النور، وخاصة أنه مثل ما قلنا سوريا بتفتقر شوي لعروض الأزياء حتى، والمصممين، في مصممين سوريين أبدعوا كتير بخارج سوريا، فبنتمنى يستغلوا هيد المهارات صح. حتى تكون صح. يعني هيك القاعدة لهم
لهيك طموحاتهم بهذا إن شاء المجال. الله. إن شاء الله. يعني بالختام كمان هيك اذا في عندك مشاريع غير التصاميم او المعارض خبرينا عنها. مبدئيا نحن هلا عم نشتغل على الفن التشكيلي بشكل عام، مثل ما حكينا اطفالنا من عمر 3 سنين الى المدى المفتوح. عندنا البورتريهات، الوجوه، عندنا الزيتي، الاكريليك، حرق الخشب، عجين السيراميك، التشكيلات، تصميم الازياء، ومفتوحه. يمكن ما بنعرف الفن التشكيلي شو بيفاجئنا، شو بيصير تحديثات جديده نحن معه بنتطور معه ان شاء الله يا رب. نعم حبيبة قلبي. يعني نسرين انت داعمه لكثير سيدات حواليك، الحمد مين داعمك؟ مين داعم نسرين؟ داعمني عائلتي الصغيره، زوجي وابنائي وعائلتي الكبيره، اهلي، المرسم، عندي جيراني بالمرسم اللي بيتحملوا. نحن عندنا زيت نفط، نحن عندنا دق على الخشب وشد الخشب مشان اللوحات اللي عم يتحملونا وعم يتحملوا هالكركبه اللي عم نعملها. مدرستي اياد عطيه بيتحملوا غياباتي وقت اللي بضطر اخذ اذن، يعني ما بيحاولوا يتعاونوا معي، حضروا لنا معرضنا، شجعونا كثير. نعم نعم، يعني بنتمنى لك التوفيق الله بكل انت والصبايا، وان شاء الله هيك فعلا بتحققوا احلامكم بهذا بالفن التشكيلي بتصميم الازياء. شكرا لوجودك. شكرا كثير. شكرا. المدربه والفنانه التشكيليه نسرين علي، بنتمنى لك كل التوفيق بمشروعك وان شاء الله بنشوفك بالعالميه. شكرا كثير لذوقكم. شكرا.